نحن هنا داخل قسم الاستقبال في مستشفى أبو يوسف النجار في مدينة رفح جنوب القطاع. هو المستشفى الوحيد الذي يغطي المدينة كاملة. استقبل طيلة أيام العدوان الإسرائيلي عددا كبيرا من الجرحى، لكن أكبر منطقته الاستيعابية بكثير. مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار بالأصل عيادة مركزية كانت لمنطقة الجنينة فقط في مدينة رفح، لكن مع الأحداث وتواصل الحروب والأذى اضطررنا إلى أن تكون مستشفى مركزي لمدينة رفح. أقل عدد وصل إلينا في الهجمات يعني الشرسة للعدو الصهيوني 30 شهيد، ما بين طفل وامرأة وما دون ذلك. اضطررنا إلى استخدام الأرض وعمل تطويب وتنفس اصطناعي على الأرض. كما ترون الأسرة في استقبال مستشفى الشهيد محمد يوسف النجار 9 أسرة، من ضمنهم 2 عناية مركزة. هذا لا يتسع ل 300 ألف نسبة، إضافة إلى 170 أو 175 ألف نازح نزحوا من شمال قطاع غزة وصلوا إلى مدينة رفح. يعني الاستقبال يعج بالجرحى والمرضى. نظرا لضيق المستشفى اضطرت الإدارة إلى وضع عدد من الأسرة في باحات هذا المستشفى وممراته الداخلية، رغم أنها ليست مهيئة لاستقبال عدد من الجرحى، علما بأن هذا المستشفى أيضا يواجه أزمة وقود خانقة قد تؤدي إلى توقف العمل فيه وتكبيد حياة المواطنين المزيد من الخطر. وضع كارثي. الوضع ليست كارثيا، اكثر من الكارثي. الوضع يكاد يكون يعني مميت. ايش ناقصكم يا دكتور؟ تحتاج الى الادويه، تحتاج الى المستلزمات الطبيه، المهامات الطبيه، الاجهزه الطبيه التي في المستشفى اصبحت متهالكه، وكما تعلمون انه حصار 17 عاما اجهزتنا متهالكه. نحتاج لجهاز سي تي في داخل مدينه رفح لا يوجد، نحتاج لجهاز رنين في مدينه رفح لا يوجد، نحتاج بالاصل مستشفى كذا. يعني تقدمت قطر مشكوره في بناء، يعني الان بناء من العظم مستشفى حمد بن جاسم، لكن نريد تسريع بناء هذه المستشفى حتى نتمكن من انقاذ جرحانا. ونظرا لخطورة الأوضاع نزح إلى مستشفى أبو يوسف النجار كبقية المستشفيات في القطاع المئات من المواطنين الذين شردوا من القصف الإسرائيلي في المناطق الشرقية للقطاع كمأوى آمن لهم. أحمد غانم، غزة، الميادين.